من نفق إلى آخر تلاحق القوات السورية مسلحي النصرة وفيلق الرحمن ضمن القطاع الجنوبي الذي تحاصرهم فيه بالغوطة الشرقية. فالمرحلة الثانية من عمليات الجيش تركزت على كسر خطوط دفاع تلك الفصائل في البلدات الشرقية منه. حركة المسلحين كانت في معظم بلدات الغوطة الشرقية تكون ضمن هذا النوع من الأنفاق، هي أنفاق يمكن أن نرى يمكن الحركة فيها بسهولة. هذا النفق هو محفور في أسفل منزل في بلدة إفتريس، ويصل على الأغلب امتداده باتجاه بلدة جسرين المجاورة التي تتجه الآن عمليات القوات السورية باتجاهها. كانت هذه الأنفاق ليس فقط تستخدم للحركة والتنقل عبر البلدات بعيدا عن أعين القوات السورية، أيضا هي كانت كغرفة عمليات تكون يعني كل تجمعات المسلحين وأعمالهم وتخطيطاتهم تكون ضمن هذا النوع من الأنفاق لكي لا تكون مرصودة ولكي تكون أيضا محمية من ضربات القوات السورية. أكثر البيوت في أنفاق نفس النفق هذا، بيفوتوا من هون بيطلعوا من الطرف الثاني أو من البستان، حتى المزارع نفس الشيء، فتنا على المزارع نفس الشيء، كمان أنفاق. دائما المسلحين عم يكونوا متواجدين قريبين من الأنفاق، بس يصير عليهم ضغط بتلاقي طلع من طرف بطرف ثاني. التقدم على مشارف بلدة حمورية يأتي ضمن عملية عسكرية لقضم البلدات تباعا، حيث استكملت قوات أخرى عملياتها من بلدة إفتريس باتجاه جسرين مسيطرة على عدة كتل أبنية فيها، وكانت مقار المسلحين في سقبة وعين ترمى وباقي البلدات هدفا لسلاح الجو الذي استطاع وفق مصادر عسكرية قتل عدد من قيادات فيلق الرحمن فيها. نحن الآن في القطاع الجنوبي نتابع العمليات باتجاه بلدة جسرين القطاع الجنوبي فيلق الرحمن جبهة النظرة. كل متر نحن بنشتغله على الأرض بيدفع المسلحين التفكير ألف مرة في الاستسلام، وهذا هو الخيار الأصح لتجنيب المدنيين الصعوبات الموجودة في هذه المناطق. استمرار عمليات الجيش التي تأتي بعد فشل المفاوضات وجهود لجان المصالحة والضغط الشعبي في إقناع المسلحين بتسليم تلك البلدات دون قتال يأتي بالتوازي مع استمرار عمليات التمشيط وتثبيت نقاط الجيش على المحاور التي شقها في عمق الغوطة والتي ما زالت تكشف عن المزيد من مخازن ومعامل لتصنيع الأسلحة الخاصة بتلك المجموعات. من مشارف بلدة جسرين في الغوطة الشرقية، وفاء شبروني، RT.